من هو البار؟ هو المصاحب. كيف مصاحب؟ اسمع قول الحبيبي: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ من اللي كفو ويستاهل ويجب علي أن أصحبه حتى أفارقه أو يفارقني؟ أموت ولا يموت؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. الله المستعان. يعني البر أربعة أقسام، ثلاثة أرباعه للأم وربع للأب. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذا لم تكن مصاحبا لأمك بهذه الصحبة التي جعلت أويس القرني ما يترك أمه خوفا عليها، والحبيب أخبره الله أن رجلا هناك في مراد وقرن أسلم بك وآمن بك، ولكنه له أم هو لا بها بر، كان به البرص فشفي وكان دعاؤه مجاب. والله إن بر الأمهات خاصة يجعل أبواب السماوات ما تغلق دون دعائك. والله إن مستقبلك يمكن ترسمه أمك، ما هي بمذاكرتك ولا شهادتك ولا تفرغك، ترسمه رح الله يفتح لك باب، كل باب يغلق في وجهك، الله أكبر، وتنفتح. ولكن إن قالت الله حسبي عليك، أشغلتك المرة وصدقت المرة فيني وتركتني وأشغلوك العيال عني، ولا تحول لي من راتبك إلا 500 وما ننبه، يا ولدي ما بي الفلوس. رجل دخل المستشفى فرأى رجل كبير سنه عنده عامل، قال: يا ولدي معك تلفون؟ معك جوال؟ قال: إيه يا عم. قال: هذا رقم على كرتون المناديل، دق على ولدي الكبير. قال: أبشر، بدق عليه وأعطيك إياه. قال: لا لا، ما بي أكلمه، ما بي أكلمه، بس قل له أبوك في المستشفى، علاجه مو في الصيدلية، علاجه يوم نشوفك ويشوف عيالك، لك 3 أسابيع ما شفتك، خف الله فيني. وكل ما تحركت هالستائر المستشفى فز قلبي يظنك جاي بعيالك وانت ما تجي، وش مشغلك عني؟ وبكى وحط الرقمة على كرتون مناديل عشان إذا خلاص يرمونه ولا يتصل عليه. فاتصل هذا الرجل على ابنه، وإذا هو رجل من علية الناس فهماً وعلما ووظيفة، قال: والله يا شيخ، أنا عندي تحضير الدكتوراه وأبنائي في اختبارات، وأنا أعتقد أني ما قصرت، جبت له عامل. قال له: إذن ودي هالعامل ما تسفرونه، لأن عيالك بيحتاجونه بعدين. قال: ليه؟ قال: لي أنه أظن إن كان موجود عنده خبرة، لأنهم سيحضرونه لك إذا مددت على على سرير المستشفى. البر قراءة أفكار. أبر الأبناء هو اللي يحقق البر قبل ما يطلبه. إذا قال لك أبوك عطني من تبر، تعطيه غصبا عنك، ليه ما عطيته قبل؟ إذا قال لأبوك أولد، يا ولدي نبي المستشفى، أنا تعبان من تبر، المفروض أنك تعرض عليه العيادات، وفي دكتور أزين من دكتور، ولعله يغير علاجاتك، وتأتي له بالمدلك الطبي، هكذا حياتك، وتنظر وتترك عملك. عملك ليس دوامك، عملك انشغالك بعد خروجك من دوامك. وإن كنت في خير، أفضل قرار. أنا جايكم الآن من الرياض، إي والله، في ضحى اليوم قابلت رجلا وكان من الباعة الجيدين وعنده تجارة وكان موظفا فتقاعد. وين رايح؟ قال: بودي أبوي لدولة من الدول الأوروبية، قرأت أن علاج التيبس في مفاصله عندهم. طيب بتاخذ معك أحد؟ قال: لا، آن لوالدي أن ألزمه 3 أشهر لا يشاركني في خدمته أحد، جاه الوقت اللي خرف، فإن الثمار قد أينعت. انشغلت عنه يا شيخ سنين طوال، مع أن عندهم خادمة وعنده سواق وعنده عامل وعنده راعي وعنده مال، لكن يا شيخ يوم شفته كل ما دخلت عليه دمعت عينه ولا يقدر يقول يا عبد الله اجلس. فعلمت أنه يتمنى صحبتي، فوالله يا شيخ أني أصحبه لين يموت الأول منا. صحبة مع قراءة الأفكار مع تقديم البر قبل طلبه. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها،
جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.